مرحبا شباب، كيف الحال؟ الله يعطيكم العافية. اخواني حبايبي، اليوم عملنا لكم واجب بسيط خفيف لطيف. اشتغلنا الشغل الصعب اللي هو القياسات والرسم، بس بدنا منكم شغلة بسيطة اللي هي انه تقصوه تجمعوه تلزقوه تطلع عندكم بوكس او صندوق. اللي شوية دقة بدو منكم هسا انه طريقة القص تكون مرتبة دقيقة شوي، بطلع معاكم الشكل مظبوط 100%. بس في شغلة بدي اعلمكم اياها قبل ما نبلش نتعلم طريقة القص والتلزيق. في الباركود هذا بتعرفوه، اللي بيعرفه تمام، اللي ما بيعرفوش هسا هذا الباركود خاص بقناتي او بقناتي على اليوتيوب، تمام. اما لما تيجي بدك تدور على القناة تكتب نحته اكثر بطلع لك القناة، او ما بتطلع الكيش، او بطلع لك اشياء ثانية اسمها نحته اكثر. هذا الباركود ليش صمموه؟ عشان ايش؟ لما تحط عليه الكاميرا بطلع لك قناتي بس، بطلعش اشي غيرها، بتطلع القناة يعني هي بس 100%. شايف طريقة الاستخدام الباركود هذا؟ او شايف بدنا نلاقي قناتي عن طريق الباركود؟ نفتح الكاميرا زي ما انتم شايفين، هاي الكاميرا العادية، بس نسلطها على الباركود. شو كتب لنا هون؟ شايفين؟ فتح في كروم. يعني شو بسويني؟ او في شيء ثاني. تمام، طلعت محطتي بس، ما طلع اي محطة غيرها. هاي للي مش مشتركين، وبرضو للمشتركين بدل ما تصير تدور وتروح وتيجي وتلاقي محطات ثانية واسماء ثانية، تطلع عندك المحطة هي بس بالذات. تحط على الفيديوهات، الفيديو اللي بدي اعمل لكم اياه بالاختبار بيكون اول فيديو. تمام اخوان، واضح الامور؟ الله يقويك. وهسه شو بدنا نبلش نقص بالشكل، او افرجيكم كيف بدنا نلزقه على الكرتون، بعدين نقصه، بعدين نجمعه يصير بوكس عندنا مرتب. يلا نبلش. حتى بعد ما فتحنا على القناة وتفرجنا على الفيديو شوي قبل ما نبلش نشتغل، بنجيب كرتون زي هاي الكرتونة، فرجيتكم اياها قبل مرة، تعرفوها، بتكون بالكيس هذا. تعرفوا الكيس هذا فيه 4 اطباق حقه ليرة. انت بتقدر تشتري واحد حق ربع ليرة، حتى بتقدر تشترك فيه انت وطالب ثاني. هاي الشكل لانه جاي حجمه صغير شوي، صغرته. بنلزقه هون، بعدين شو نبلش نقص بالشكل. سمغ زي هذا كويس، نقطع الورقة هاي من هون. لو حطينا على قد الشكل بس بكفي. استنى عليه ينشف شوي. اول اشي شو القص بده يكون؟ على الداير، بنفضي الشكل كله على الداير كامل، اي اشي على الداير كامل بنقطعه. بعدين بفرجيكم كيف بدنا نحززه تحزيز مش قطعه كامل عشان نثنيه ثاني بس. خلنا نبلش بالقص قدامكم عشان ما يصيرش مجال للخربطة. هسه صارت الورقة جاهزة للقص مع الكرتونة طبعا بعد ما نشفت. شايفين المناطق هاي المنقطة؟ تارك لكم اياها منقطة. هاي بدهاش قص، هاي بدها تحزيز بس، نص خط يعني، نص شخطة. هسه بفرجيكم كيف الداير كله. بدنا نفصل الشكل هذا عن الكرتون، بنقطعه قص. عشان القص بدنا مشرط كويس، تمام، مشرط يكون فاضي جديد. ولا تسحبوش كثير لبرا، خليه يطالع منه شوي عشان ما تأذوش حالك. والأفضل إنه واحد كبير يقص لك إياه إذا كنتوا من الطلاب الصغار. ودائما قصوا بمسطرة حديد لما يكون المشرط، عشان مسطرة البلاستيك ممكن تنجرح وممكن ما تعطيك قص دقيق 100%. ماشي يا جماعة، بدنا تفرجونا شطارتكم بالقص، قديش بطلع القص معك دقيق، قديش بطلع الشكل قوي ومش
يعوج في فوش سوكاج او اشي وبطلع نظيف. وحاول تقص على لوح غزال. تمام، في ترى اشياء دقيقة يعني بدك تعملها زي ما هي او بطلع شغلة غلط. بلاش اطول عليكم الفيديو، بدي اكمله قص بعدين افرجيكم شو اللي مطلوب. تمام، خلنا نقصه على الدائر بالطريقة هاي بالمسطرة وعمهلنا شوي شوي. احنا متفقين انه اساس الشغل هذا يعني الشرط الرئيسي بالشغل هذا انه يطلع الشكل او الشكل الهندسي اللي بدنا اياه قطعه واحده. تمام، ما بصير نيجي نركب قطعتين على بعض، بده يطلع كل الشكل قطعه واحده. هاي اساس طريقه الشغل بالطريقه هاي زي ما عملتونا بالعام الماضي. شفتوا الكرسي كيف طلع معنا بقطعه واحده، طلع شغل مرتب وممتاز. بس هاي كونها الامتحان الاول هونت لكم اياه، عطيتنا لكم شكل سهل بتضبطوه بترتبوه على كيف كيفكم. عشان الامتحان الثاني والثالث نصعب لكم اياهن شوي، تكونوا متدربين على الشكل هذا والامور عندكم سهله. هاي الماده مهمه كويسه، بتعلم على الابتكار، تقدر تشتغل أشياء ثانية غير المربعات والصناديق والأشياء بنفس التقنية. بتقدر تعمل سيارة كاملة كرتونة قطعة واحدة. تمام، وإذا أنت بدك تتدرب على الأشكال هاي ممكن أنك تجيب صناديق جاهزة، باكيتات علاجات، باكيتات حلو، حلويات، عطور، علبة عطر، وتفرطها وتشوف كيف قياساتها وكيف الطريقة اللي عملوها بيها وتقلدها تقليد يعني. تمام، اول باول بتصير انت تصمم صناديق واشكال غريبة جديدة وتبدع في هذا المجال. شايفين وانتو قاعدين تقصوا في ملاحظة بتكون تنتبهوا لها، انا لما قاعد بقص شوف هون قديش بدي اقص سنتي بس هون، ما بنتبه بدير بالي كله هون على انتباهي هون بركز انه برضو هذا ماسح مع الخط. تمام، لانه بتفرق هاي بجوز تطلع مايلي اذا ما بركزها هون، بكون كله خط مع الجهة هاي والجهة هاي. اذا بدي اقص من هون برضو نفس الاشي سنتي صغيرة، وين بحط السنتي هاي بركز هون وبركز هون، شايفين ما بضيع هاي مثلا بظني منتبه هون، بقص هون منتبه هون وهون. تمام، وهون وهون هون وهون نفس الاشي عشان يطلع معنا الشكل زوايا قائمة ومربع بالضبط. تمام جماعة، وهاي الأشياء الدائرية مش صعبة يعني، بجيبها بيدي مش راح تكون تعجزنا يعني، بجيبها بشكل دائري لأنها مش طويلة كثير، بسيطة تطلع باليد عادي. تمام، هاي هون واحدة وهون واحدة وهون واحدة، تنتين من هون تنتين من هون، شايفين عشان مش ملزقين الورقة كويس بدكم تنتبهوا. هاي بالإيد جيبها بشكل دائري، تكون شابكة أشياء بسيطة زي الزوايا.
هاي طلع معنا شكل كامل 100%. هسه زي ما قلت لكم الاشياء المنقطة هاي بدنا نحزها تحزيز بس مش قطع، يعني نص بس. نفس الاشي بالمسطرة، اذا ما حطيناش المسطرة الايد ما بتجيبه، بطلع الخط ما يلمعن. هاي شو الغرض منها؟ ان نعملها نحزها بالطريقة هاي، يطلع صوت بس. بس تمام، هاي عشان لما نيجي نثنيه يطلع عندنا زاوية قائمة. لو بدنا نثنيه بدون ما نجرحها بطلع عندنا شكل مش زاوية قائمة بغلب. حتى بدنا نعمل الخط أقوى شوي. ماشي، شد عليه شوي. سمعت الصوت؟ شوف هاي عشان عملنا أقوى شوي كسرت معنا بسرعة. زاوية قائمة تمام. هسع 1 2 3 4. هاي الجهة يا شباب مش محززة بس بدنا نشخطها. أنا برد على أحط لكم عليها علامة إنها منقطة، يعني على أساس نشخطها شخط مش قطع. وهون وهون وهون، هاي كله تحزيز. يلا بعد ما حززه برجع أكمل. وهسع زي ما قلت لكم بعد ما خلصنا تحزيز نكسره بالطريقة هاي لجوا، وهاي 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 تمام. شفت ما اسهل الشغل عشان دقيق ودرنا بالنا، قطعنا المسطرة حديد وعلى التساوي، وهاي كمان. بس هاي هون في لها اشي بسيط رايحين تلاحظوا انتم من حالكم. بدي اعملها اقطعها من هون قدر يعني 2 ملي، ومن هون 2 ملي، وهاي اللي بتشبهها دائريات الثنتين برضو بدنا نقطعها عشان افرجيكم شو الغرض من القطع. هسه هاي يعني ما تكثروش، ماشي، قطع بالمرة على الخالص تمام. هذول عشان يصير يسكر الباكيت كويس ما يظلهوش يفتح من حاله. هسه بفرجيكم شي زي قفل، بيعتبر قفل بيعتبر، بس وين ببينن بعد ما نلزقه نجمعه. شوف شو صار معنا، هاي بجوز مش حازينها. هاي ليش نحط عليها سمغ ونلزق بيها. هسه بفرجيكم الطريق. وهاي هون وهاي هون وهاي هون، شوف كيف. هاي مهم الحركة اللي قطعناه هون، هذول شفت كيف ما بفتح من حاله الباكيت، بظله قوي. وشفتوا الطاجات هذول اللي هون برضه، هاي مش جاي مستقيمة، مكسوحة كسح برضو إلها أهمية، يعني مش فيش إشي عبث يعني. هاي مكسوحة كسح عشان إيش؟ شفت لما سكرت هاي ظل فراغ، وين لويش الفراغ؟ عشان هاي تدخل فيه يطبق طبق 100%. هسه لما نلزقه بصير بظهر كل شيء. شوفوا صندوق مربع 100% مستطيل إذا حطيناه، مش مصوكج ولا عامل اي مشاكل. خلنا نلزقه، افرجيكم طريقة التلزيق. يعني ضابط وضعه قبل ما نلزقه تمام، بس نلزقه شو بصير، بصير اقوى. وين بدنا نحط السمغ بالمنطقة هاي؟ هي هون تمام. نفس السمغ اللي استخدمناه للمرحلة الأولى.
ندير بالنا يجي السمرة على مكان ثاني بالطريقة هاي بدون ما نسكره. السمر بنشف على السريع. نمسكه من هون من جوا بنكبسه مضبوط. هاي الورقة قبعت اللزقة. خلينا نجمعه. مسكت. شوفوا هون هون. شوفوا الفراغ اللي ظل. شوفوا هاي الفتحات اللي هون اللي هون كيف مفعولها. تسكير الجناب هون بفوتن فيها. هاي هون هاي هون 100%. شو رايكم؟ ان شاء الله انكم تتقنوه بالشكل هذا. اللي بيجيب لي اياه بالشكل هذا يكون وضعه 100%. شوف قد متساوي الجهات، شكله متناسق، وضعه رهيب رهيب رهيب. واضح الامور شباب. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. بس في شغلة بدي اعتذر منكم عليها والله. منظر دي يعني صحيح مش منطقي، فيه جراحات دي كثير. كنا بالسهل كنا نلقط شوية حشائش هيك ومش منتبه غير لما صرت منتج بالفيديو. اكل حال يلا ما انتوش غريبين. نلعب للجيب زي ما بقولوا. تعملوش زيي، لما تنزلوا على السهل البسوا كفوف. حافظوا عليكم. السلام عليكم.